هذا النقاش اليوم أو هذه الهجمات الممنهجة من طرف البرلمان الأوروبي، وطبعا اللي كما جاء لسان السيد رئيس مجموعة الصداقة هي ليست هجمات جديدة، ولكن عندها تاريخ لمدة لسنوات. مع الأسف يمكن الحدة ديالها تواصلت لدرجة أن البرلمان الأوروبي أعطى لنفسه الحق أنه يعطي التعليمات للدولة من خلال توصية، نعرف أنها غير ملزمة ولكن عندها آثار كذلك على العلاقات بين المغرب والبرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي. بالنسبة غادي نكون يعني باش نوصل مجموعة ديال المعلومات، باعتبارنا كدفاع ديال ضحايا الاعتداءات الجنسية، وباعتبارنا كجمعية تبنت ملفات هاد الضحايا ودفعت عليهم في المحاكم، وانضمنا مجموعة ديال الندوات الصحفية باش يكون هناك تواصل يعني من خلالكم ومن خلال الإعلاميين للرأي العام الوطني والدولي حول وضعية هذه الملفات وحقيقة ما راج داخل الجلسات، ولا أي حد كانت هناك محاكمات عادلة أو غير عادلة كما جاء في توصيات البرلمان الأوروبي. ضحايا المدان توفيق بوعشرين لليوم الحكم حاز لقوة الشيء المقدبي، بمعنى متهم لم يعد متهما، هو اليوم جاني حسب القانون الجنائي المغربي، ارتكب جرائم جنسية في حق أكثر من 12 صحفية وإدارية في مقاولته. عندنا 56 فيديو يوثق لهذه الجرائم الجنسية في مكتب الجاني أو المدان السيد توفيق بوعشرين. مع الأسف كانت الجلسات سرية وهذا حق الضحايا، ومو كل المحكمة بالقانون أنها تخلي الجلسات سرية، أن فيها أمور حماية للضحايا وفيها خصوصيات إلى غير ذلك. لهاد الضحايا باش لان كان عندنا مداخله طويله، ولكن 6 دقائق ما تخلينيش باش نهضر، ما تمكننيش باش نهضر في واقع هاد الملفات بثلاثه اللي جات في التوصيه ديال البرلمان الاوروبي. طبعا من بين الفيديوهات اللي كانت خلقت لنا شوك، فيديو اون فيديو كتصور توفيق بوعشرين يمارس أمراضه الجنسية، وأنا أقولها على سيدة حامل، هذا أمر واقع باش نوصلوا لكم حقيقة ما جرى، ومن خلالكم الرأي العام الوطني والرأي العام الدولي. يمارس أمراضه الجنسية على سيدة حامل، العقوبة تصل في قانون الجنائي إلى 30 سنة. مع الأسف احنا طالبنا كدفاع أنه يتم تفعيل النص اللي كيدعي لأنه المتابعة بالتجارة بالبشر في حق حامل اللي كتوصل 30 سنة، واللي كيتفرض أنه يتعرض على التحقيق ونواصله في مجموعة ديال الإجراءات. مع الأسف المحكمة وقاضي التحقيق والنيابة العامة خذوا مسار آخر. الذين يدافعون على توفيق بوعشرين داروا شكاية للفريق الأممي المغربي يتعامل مع الآليات الأممية التعاقدية وغير تعاقدية. عندنا إشكالات وعندنا معيقات وما كان خافوش منها، احنا عندنا الجرأة باش نقولوا ها وقعنا وها الخطوات اللي سلكنا. الفريق أو الشكاية المصدر التي أرسلت للفريق الأممي المتعلق أو الخاص بالاعتقال التعسفي فيها مغالطات، منها لا فترة الحراسة النظرية ولا حالة تلبس ولا المجموعة ديال المغالطات اللي تم تصريفها لهذا الفريق اللي اعتمدها باش يعطينا واحد الرأي. الفريق الأممي يعتبر الاعتقال ديال توفيق بوعشرين تعسفي في الوقت اللي احنا داركنا الأمر، واستمعوا لأن الفريق الأممي نفس النهج الذي سلكه البرلمان الأوروبي لم يستمع للضحايا. الوقت اللي استمع للضحايا أصدر فيما بعد رسالة أرسلها للضحايا كيعتذر الموقف الأول ويطالب القضاء المغربي بإنصاف الضحايا. باش ما نطولش، كاين مجموعة ديال ضحايا
تم الاعتداء عليهم من طرف توفيق بوعشرين، حضروا وشهدوا على أساس أن الفيديوهات هما اللي مصورين مع توفيق بوعشرين في هذه الجرائم الجنسية التي ارتكبت في حقهن، ولكن لم يتنصبوا طرفا مدنيا في هذه الملفات. شهدوا كشاهدات ولكن ما كانش عندهم رغبة أنهم يتنصبوا طرف مدني ويطالبوا بتعويضات، وهذا هو الواقع، مع العلم أنه توفيق بوعشرين ينكر أن هذه الفيديوهات تم تصويرها في مكتبه، او لا الامر يتعلق بالمكتب ديالو، او لا هو اللي ارتكب هذيك يعني مجموعه ديال المغالطات اللي تم الاعتماد عليها. واليوم كنقولوا كيفاش التعامل ديال الاليات الامميه وكيفاش كيتم تصريف مجموعه ديال المغالطات اللي كيتبنى عليها. نفس الشيء بالنسبه للبرلمان الاوروبي. الملف الثاني يتعلق بضحيه المتهم، لان ملف اليوم معروض على محكمه النقد، عمر الراضي. ضحيه عمر الراضي تعرضت لاغتصاب في مكان العمل ليلا من طرف المتهم وهو في حاله سكر طافح، وتم اغتصابها. البرلمان الاوروبي ما استمعش لها، ما بغاش يعطيها وصيد. الرئيس كان في 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 ستراسبورغ وما بغاوش يستقبلوا، على الاقل يستمعوا للصوت الاخر، صوت الضحيه، داك اللي تعرضت له. ضحيه الريسوني، شاب الريسوني امام المحكمه، المتهم في بداية الجلسة ينكر بتاتا معرفته بالضحية، الشاب الذي تعرض لهتك العرض، لأن القانون الجنائي المغربي يقول هتك العرض فيما يخص الشاب أو القصير، ما كيقولش الاغتصاب. هتك العرض بالنسبة لهذا الشاب، الريسوني أنكر معرفته بتاتا بالشخص. بعد الجلسات تراجع عن الأقوال وقال كيعرفوا. رفض خبرة صوتية على المحادثة اللي جرت من بعد الانسيدون، بعد الحديث كانت محادثة بينه وبينه، رفض إجراء الخبرة الصوتية على الصوت ديالو سليمان الريسوني. الضحية قبل بإجراء الخبرة الصوتية. سليمان الريسوني دار خطة، هي استراتيجية الدفاع ديالو باتفاق بالمحامين ديالو، أنه سوا ديزون إضراب عن الطعام، ويريد أن يفرض على المحكمة استدعاءه ويجي في أمبيلونس وفي إنشاز غولونت باش نصوروا ونقولوا فوالا ها المغرب ما كيحترمش حقوق الإنسان، هذا السيد مريض، هذه المحكمة ما كتحترمش في وضعية صحية معينة، وكيجيبوه في العود اللي كان خصو يمشي للمستشفى. هذه ما يمكنش تتخلى علينا حنا كدفاع ديال الضحية، ولا على المحكمة، ولا على النيابة العامة. وبالتالي المحكمة رفضت أنه يحضر هذيك الوضعية، إما يجي كمتهم أمام المحكمة له كامل الضمانات الحقوقية المتعارف عليها وفق المعايير الدولية، أو لا هذا النوع ديال الابتزاز اللي كانت هي خطة من طرف سليمان الريسوني ما قبلتهاش المحكمة. وبالتالي الحقيقة هي أنه كانت أفعال جنسية إجرامية معاقب عليها، وهاد الناس تحاكموا بجرائم حق عام ما عندها علاقة بقانون الصحافة وحرية الرأي والتعبير. أنا طرحت سؤال، لأنه أي حرية رأي والتعبير حنا كنعرفوا المجال كيفاش تطور ديال حرية الصحافة، راه ماشي زمان ديال الستينات والسبعينات اللي كانت كتخزن الناس المحرر والتحرير باش تقراها وتحرقها من بعد. كنظن المجال مفتوح لغيزو سوسيو، الصحافة المسموعة وإلى غير كاين. ما كنقولوش يعني وصلنا لواحد المستوى كبير، كنقولوا كاينين معيقات، ولكن في هاد الملفات ها حقيقة الوقائع باش تعرفوها. لأن من بين الأمور اللي جات في توصيات البرلمان الأوروبي هو أن المفروض الإفراج عليهم، لأن المحاكمات لم تكن عادلة. أولا كاين إلغاء ديال صوت الضحايا ما استمعلوش للبرلمان الأوروبي، المفروض من باب الموضوعية والحيادية على الأقل استمع للضحايا وكون القناعة ديالك وصدر الموقف اللي تراه أنت مناسبا بالنسبة لك. ولكن إلغاء الضحايا اعتبار أن هاد النساء تم استعمالهم في هاد الملفات نعتبره عنفا مضاعفا مورس في حق هاد النساء اللي تعرضوا للعنف الجنسي، ويتعرضون كذلك لعنف سياسي من طرف مؤسسات المفروض أنها تدافع على حقوق الإنسان. المحاكمة العادلة، المحاكمة العادلة، وغادي نرجع أنا للبرلمان الأوروبي وفق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. هاد المحاكمة العادلة وفق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اللي كتعتمد على العهد الدولي، وكتعتمد نقطة أخيرة لأنه الأمر مهم يتعلق بإعطاء تعليمات الإفراج على متهمين
أدينوا وحكموا بمقتضى قانون جنائي بمقتضى الوطن القانون المحلي مقتضى القانون المحلي وهذه في كل الديمقراطيات المحاكمة العادلة. أنا أعطيكم جوج نقاط أساسية اللي تم تطرق لها رغم أنه حتى من بين البلاغات اللي مشات الفريق العمل الأممي اليوم في ملفات الريسوني والرادي كذلك تتحدث على مجموعة ديال المغالطات ضمنها المحاكمة العادلة. بالنسبة للشهود إلا سمحتوا لي طبعا من حق الشهود النفي وشهود الإثبات يكونوا هذه من بين الأمور اللي كيركزوا عليها بأنه ما تمش الاستماع للشهود. كاين خص تكون المساواة والمحكمة حسب المحكمة الأوروبية كتقول لك المحكمة هي اللي عندها السلطة التقديرية في الاستماع للشهود. أحيانا شهود ما كيكونش الشهادة ديالهم منتجة وما عندهمش علاقة ب ب ب ب بالنازلة وبالتالي كترفض المحكمة وهي عند المحكمة الأوروبية كتقولها هذا الاتحاد المحكمة الأوروبية حقوق الإنسان كتقول هذه المسألة. بالنسبة للقرينة البراءة اللي اعتمدوا عليها قرينة البراءة لا تعني أنه كل شخص يمكن يتحاكم في حالة صراح كيبقى الهيئات القضائية السلطة التقديرية وهذا كذلك من ضمن القرارات اللي يمكن نعطي مجموعة ديال القرارات للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذه المسألة حول قرينة البراءة. ثانيا النيابة العامة أو قاضي التحقيق ليس بناء فقط على أن هذا الشخص عنده ضمانات الحضور، خطورة الأفعال الاعتداءات الجنسية أفعال خطيرة وبالتالي خطورة الأفعال وخطور أو خطورة الجاني وحماية ضحية الاعتداء الجنسي تطلب اتخاذ قرار ديال والمتابعة في حالة اعتقال احتياطي لا تعني أنه مدان، هي فقط بالإجراءات اللي مسبوح فيها أن النيابة العامة أو قاضي التحقيق يمكن يقررها أثناء متابعة أي متهم. خلاصة القول مجموعة ديال الضمانات توفرت للمتهمين بعكس ذلك لم تتوفر ولم يتم توفير هذه الضمانات للضحايا اللي تم الاعتداء عليهم حتى داخل جلسات المحاكمة والتشهير والسب والقذف والإهانة من طرف مجموعة المساندين في الريزو سوسيو حياتهم لدرجة واحدة من الضحايا توفات لحالتها النفسية وهي كتولد. هذا هو واقع الضحايا والمعاناة اللي كان المفروض أن البرلمان الأوروبي على الأقل يستمع لهم من باب الحياد ومن باب الموضوعية ويكون القناعة ويصدر آنذاك الموقف اللي يناسبه.